أيضاً هناك نرفز لأحد الجياد في البوابة. فتحت البوابات واندفعت الجياد المنتجه محليا عمر 3 سنوات التي لم تربى على بركه الله تعالى في شوطنا الاول في جزئه الاول من علامه 1200 متر والتقدم لمكاحيل الان ومن الخارج الان الوشحه التي تشارك المره الاولى للاحمر مع محاوله الان لمقري في هذه اللحظات وكذلك رقم 3 عنيد الخيل في المركز الرابع في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام كسبت المجد تتقدم الان الى المركز الرابع والثالث على التوالي في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام في هذه اللحظة في انطلاقة والمنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات ولا زالت المقدمة الآن للوشحة. الوشحة تأتي إلى المركز الأول بكل قوة في المشاركة الأولى للأحمر. مشاهدينا الكرام الظهور الأول للوشحة من فرنزليك مع محاولة أيضا لمكاحيل من الداخل والوشحة من الخارج انفراد ثنائي في هذه اللحظات. الوشحة تأتي الأحمر يضرب بقوة في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام الوشحة لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ما شاء الله تبارك الله في الظهور الأول وإثبات الوجود من أول ضربة للوشحة لسمو الأمير فيصل بن خالد بن